في قطاع السكن انطلقت اليوم عملية تسليم الأمر بالدفع للمكتتبين ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، وهي العملية التي تعني 46 ألف مكتتب. تقول أمل خليفي بوخلفة. انطلقت اليوم عملية تسليم وثيقة الأمر بالدفع لمكتتبي السكنات الترقوية المدعمة. العملية تجري على مستوى المديريات الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عبر كامل التراب الوطني. عندنا 46 ألف مكتتب لحد الآن، والعملية متواصلة. اليوم رانا وصلنا لمرحلة سحب أوامر بالدفع على مستوى باب زوار، على مستوى كل الولايات، عن طريق المدراء الجهوي، والعملية عندها إقبال كبير. طوابير المكتتبين اصطفت منذ الصباح الباكر، كل واحد ينتظر دوره بنظام، ولدى دخوله عليه أن يجد اسمه في القوائم المعلقة ويأخذ رقم تسجيله ليتوجه بعدها إلى شباك تسليم الوثيقة. اليوم كانت الحالة منظمة على باس، دونك صافي إينوغ يدمي راني هنا ديت الأمر بالدفع تاعي. كاين نظام برا والداخل سي رابيد، يعني جديغو جون ما يتقلقوش برك هذا ماك. ورغم المجهودات المبذولة لضمان السير الحسن للعملية، وجدنا مواطنين تم استدعاؤهم لكنهم لم يجدوا أسماءهم ضمن القوائم. أكيد شوفي لي ليستاد وما كاني أوردر فابيتيك ني والو، لو نون تاعي ما لقيتوش، ما لقيت، حوستهم دو فوا ما لقيتش. اللي مقبولة وجاتهم الدعوة وما لقاوش هنا الأسماء، أن فتحنا مكتبين خصيصا للطعن، يعني في حالة أن الشخص يعني ممكن الاسم تاعه موجود وما وصلتلوش الدعوه يتقدم المكتب. عندنا ان سيستم سبيسيفيك بوغ سا، يعني الاداره العامه وفرت لنا كل الوسائل باش تنجح هذه العمليه. هذه هي دعني ما في حتى مشكل. فيما يخص الاشخاص اللي حسوا روحهم ليزي ليزي، سا فو دير ايز اون با اكسبتي لو اون با اكسبتي لو دوسي تاعهم، اي سون روجيتي، اي بوف فينير ا نوت نيفو ديبوزي لو ريكور، اي اون اي لا توجور ا لور ديسبوزيسيون، اون فوا ريفوار لو ريكور اي اون فوا ريفوار لا سيتياسيون. العملية مستمرة إذن إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل، وفي حال عدم كفاية المدة الزمنية سيتم تمديدها.